إذن تتواصل أفواج الحجاج الجزائريين العائدة من البقاع المقدسة بعد أداء فريضة الحج العينة من مطار هواريب مدين الدولي مع موفد تلفزيون النهار أسامة حجو. شعور عظيم، الله مبارك، يعني اللي راح ثم يتمنى غير يرجع، ولا يتمنى خاوته يرجع لهذاك المكان، لانه يعني مكان عظيم جدا، ما كناش ننتظروا باش يعني باش نروحوا ليه، والحمد لله ادينا احسن ما قاموا بينا، يعني ما شاء الله. الحمد لله، المساكن درنا المساكن تاعنا كل زرنا، احنا الحمد لله استحفظوا بينا طلافينا. الحمد لله، يا ودي اللي ما زارها نتمنى ان شاء الله يزور الكعبه ان شاء الله. ان شاء الله اللي ما زارهاش نتمنوا له ان شاء الله يزورها ويشوف اسرارها ويشوف الاكوان اللي فيها ان شاء الله. ها تجي بخير تبارك الله بخير. شويه شعب لابد نتاع المناسك وكل شيء بصح الحمد لله. هنا كنا في عباده نصبروا والماكله مليحه والنوتير مليح وكل شيء مليح والرفقه مليحه. الحمد لله فات كل شيء بخير ولدي، الاكل مليح، اقامه مليحه، درنا الفرائض، كانوا معانا اللي مشوا معانا في الحق وداوا الكبار وراهم في الكرارس يدبروا فيهم. ما خلاوش حاجه في الحقيقه، كل شيء درناه في احسن ما يرام. اللي ما شافش هذيك البلاصه ما شاف والو، كانك راك في الجنه ولدي. كي تدخل للروضه تقول كاع ما نخرج روضه رسول الله عليه الصلاه والسلام، ووصلنا للكعبه وشدينا فيها بيدينا. مشاهدينا موعدنا